احنا مكملين في سلسلة الأسئلة في القرآن الكريم. في زي لفظ كده احنا بنستخدمه في حياتنا العادية، وهو الناس المفترية، الناس اللي ممكن تفتري على حد، واحنا بنفهمه بمفهوم كده معين، ان هم مثلا ممكن يبقوا أفاقين، ممكن يتهموا حد بحاجة. انما من هم المفترون في القرآن الكريم؟ يعني ما هو الافتراء في القرآن الكريم؟ يعني ايه شرحه وايه معناه؟ ده موجود، او هذا اللفظ موجود في سورة العنكبوت وفي سورة النحل، جه في موضوعين في القرآن الكريم. في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي سورة النحل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ده هيسألوا عن افترائهم. افترائهم يعني عملوا ايه؟ نسأل بقى فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، في هذه الآية العظيمة الله سبحانه وتعالى يبين الناس الذين يختلقون الكذب. يعني في واحد بيكذب، انك انت بتسأله سؤال: انت شفت فلان؟ فيقول لك هو ما شافوش، او العكس. هذا كذب. فالكذب هو مخالفة الواقع، ان تقول كلاما مخالفا للواقع الذي رأيته او سمعته. انما الافتراء هو ان تختلق انت من عندك كذبا، انك انت تألف قصة كده وهذه القصة مكذوبة، هذا يسمى افتراء. القرآن الكريم يحذرنا من هذا. الإنسان ممكن يقعد في قعدة كده فيحكي: والله ده أنا قابلت فلان ولم يعرف ذلك، وقال لي كذا وقلت له كذا وقال لي كذا. وهذا يحدث كثيرا مع كثير من الناس في كثير من الأمور. بعض الناس يريد أن يأخذ النوع من أنواع الوجاهة مثلا، فيقول: جلست مع فلان الفلاني، مع القاضي، مع كذا مع كذا مع كذا، وقال لي وقلت له وكذا. هذا يريد وجاهة. هذا القرآن الكريم يسميه لون من ألوان الافتراء، لأنه شيء أعظم من الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. عادي، جبان بيخاف ماشي، بخيل مش عايز ينفق ماشي. قال رسول الله: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إذن الكذب منافي للإيمان. فالكذب جعل لأهل الإيمان، إن لما يكذب يبقى إيه؟ يخرج يبقى خرج من الإيمان. طب اللي زيهم بقى لو كفار واحنا عايزين نتكلم عليهم فنقول عليه كذاب؟ لا، ما هو في الطبع ده مش هنقدر نعاقبه بهذا. فجعل الافتراء يوصف به الكذاب من اهل الكفر او الشرك. ولذلك قال: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. لانهم اختلقوا كلاما، جعلوا لله ولد، هذا من جملة الاختلاق، وقالوا اتخذ الله ولدا. دول اللي هم الكفار اللي وليس مؤمنين. لا، او ليس مسلمين. لا، يعني ما بيتكلمش في المسلمين، ما هو بيقول لك ده بيتكلم فيه على بيصم فيه الكفار الذين يخطئون في الكذب. لكن المسلم او المؤمن لما يصفه، لما يتكلم على الكذب، خرج من الايمان لانه كذب مره، يعني قال خلاف الحقيقه. فبيقول لك ان من باب اولى ما ينفعش بقى الشخص المؤمن اصلا لا عنده ايمان ان يختلق قصه ويقولها. يعني ده لو قالها دول بقى يفترون على الله. على الله. نعم. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يعني زي لما يقول لك ايه، وقالوا في آية في سورة الأنعام بتفسرها، يقول: وقالوا ما في هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. كان العرب بيعملوا حاجة زمان غريبة قوي، يبص على البقرة كده ويلاقيها حامل، فيقول خلاص اللي في بطن البقرة ديك للذكور بس، والإناث ما ياكلوش منها، خلاص ده قرار اتخذ. فالبقرة دي جابت بقى مش عارف عجل، جابت كذا، جابت اللي جابته، فكل ما يأتي من بطنها فهو حلال على الذكور حرام على الإناث. ليه ما تفهمش يعني ايه القصة؟ يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يعني انت بيتكلم في حاجة كمان. ومثال ذلك، هذا مثال، ومثال ذلك ايضا ان واحد مثلا يقوم يخرج صدقة ويقول هذه الصدقة لفلان، للإله بتاعه الذي يعبده من الصنم أو من الشجر أو ما شابه ذلك، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. كذلك الذي يدعو غير الله عز وجل
فبرضه نفس الحكايه، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فقال لهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون. بقى تفترون انتم بتختلقوا اختلاقات عجيبه قوي.